بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في درس الفقه. اليوم إن شاء الله نتحدث عن المسح على الخفين. تكلمنا قبل كده عن أحكام الوضوء وأحكام الغسل وشرحنا الكلام في الموضوعين بالتفصيل. اليوم إن شاء الله نتحدث عن جانب من جوانب التيسير والرحمة في الإسلام ومن الأحكام الميسرة والتي يحتاجها كثير من الناس، يعني خاصة في هذه الأيام الشتوية. يعني المسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة، اللي عايز يمسح على الخفين في الوضوء يمسح، واللي مش عايز هو حر، ده جائز وده جائز. بس المسح على الخفين بيكون في حالة الوضوء مش في حالة الغسل. يعني لو أنا بتوضأ ولبس الخف أمسح على الخف، طب أنا علي جنابة ولبس الخف وأدخل أغتسل، فينفع إن أنا أمسح على الخف وما أغسلش رجلي؟ لا، في الحالة دي لا. في حالة الغسل من الجنابة يجب نزع الخف وغسل الرجل، أما المسح على الخف ده بيكون في الوضوء فقط وليس في الغسل. الخف هو إيه؟ الخف هو يعني الحاجة اللي الإنسان بيلبسها في رجليه من جلد، اللي معروف كلنا عارفينه، الحاجة الجلد اللي عاملة زي الشراب اللي بنلبسها في رجلينا، ولازم يكون ساتر للكعبين. يعني الخف اللي لازم ألبسه يكون ساتر للرجل كلها، حتى الكعبين، العظمتين اللي هم على جانب القدم من اليمين والشمال، لازم الخف يكون مغطيهم. فالإسلام هنا شرع المسح على الخفين من باب التيسير وعلى الناس والرخصة لهم، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد، وللناس اللي هم أصحاب الأعمال الدائمة، اللي هم بيعملوا بصورة وبصفة دائمة خارج بيوتهم، وأحيانا بيصعب عليهم إن هم يعني يخلعوا ويغسلوا رجليهم، زي الجندي مثلا اللي واقف على الحدود، زي الطبيب اللي في المستشفى بيعالج الناس كذا إلى آخره. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، زي ما سيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. كان مع سيدنا النبي في سفر، فنزل على رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلعوا الخفين اللي لبسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني سبهم، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني دخلتهم في رجلي طاهرتين. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. فالمسح جائز، ليس فيه إلزام، والمنع جائز. أنا مش عايز، أنا همتنع عن المسح على الخفين وهأخلع الخف من رجلي واغسل رجلي، خلاص ما فيش مشكلة، ده أمر مش ملزم. طيب كيفية المسح بقى على الخفين؟ كيفية المسح على الخفين أن الإنسان يمسح على ظاهر الخف خطوطا بالأصابع. أدي الخف أنا لابسه في رجلي أهو، باجي كده على أطراف الأصابع من تحت، وأبدأ أخذ من تحت لفوق خطوطا بالأصابع، ولو مسحت كده ما فيش مشكلة. لقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. بيحكي لنا كيف كان يتوضأ ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخف. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. شاف سيدنا النبي حط يديه اليمين على رجليه اليمين، ويديه الشمال على يديه الشمال، وبدأ يطلع بإيديه على الخفين خطوطا، يعني مسحا بيديه صلى الله عليه وسلم. طب لو مسح بيديه اليمين على الخف اليمين وإيديه اليمين على الخف الشمال ما فيش مشكلة. لكن شوف هنا سيدنا المغيرة لسه متذكر الموقف ده بعد فترة كبيرة جدا، بيحكي الموقف ده، بيقول: حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. لسه متذكر المشهد، إنه شايف، كأنه شايف قدامه، كأن في شريط فيديو بيتعرض قدامه، إنه شايف سيدنا النبي بيحط إيديه إزاي على رجلي.
يبقى كيفية المسح ان انا بمسح على ظاهر الخف مش من الباطن يا جماعة، مش من تحت. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي يعني دي أمور تعبدية إحنا بناخدها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محدش بيشغل دماغه في الأمور التعبدية إن أنا هعبد ربنا بالطريقة الفلانية أو بمزاجي أو هتوضى بمزاجي أنا أو بالطريقة بتاعتي أنا، مفيش الكلام ده. لو كان الدين بالرأي، لو كان كل واحد يشغل دماغه، يبقى لما كنا نيجي نمسح على الخف نمسح من تحت، باعتبار ان احنا بنمشي على الخف كده اهو، والخف من تحت اللي بيلاصق الارض، فده اللي لازم يتطهر. قال لا، احنا بنمسح من اعلى، لان ده الوارد لنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا المسح على الخفين بيكون في حالة الوضوء فقط، اما في حالة الغسل لا، مفيش مسح، لازم اغسل رجلي. طيب في شروط بقى المسح على الخفين، امتى الخفين نمسح عليهم ويكون المسح صحيح؟ اول حاجة لبس الخف على طهارة، لحديث المغيرة لسه احنا قايلينه من شوية، لما حب ينزع الخف من رجل سيدنا النبي، فالنبي قال له ايه لما جاي يتوضأ، قبل ما يتوضأ سيدنا النبي، فسيدنا المغيرة نزل عشان يخلع الخف من رجليه عشان يغسل رجليه وهو بيتوضأ، فسيدنا النبي منعه وقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأول شرط من شروط المسح على الخف إن أنا أكون لابس الخف على طهارة. لابس الخف على طهارة يعني إيه معنى الكلام ده؟ دلوقتي أنا عايز أمسح على الخف، هل أروح لابس الخف وأبدأ أدخل أتوضأ وبعد كده أمسح على الخف أثناء الوضوء؟ ده غلط. المسح على الخف عشان يكون صحيح لازم أكون طهرت نفسي كلي كويس، لازم أكون أتوضيت كويس وغسلت رجليا عشان ابدا البس الخف على طهاره. يعني دلوقتي مثلا لو انا دلوقتي وضوئي منتقض، عايز اتوضى وامسح على الخف، فرحت لابس الخف في رجلي ورحت متوضي ورحت ماسح على الخف، رجلي هنا طاهره ولا مش طاهره؟ مش طاهره، لان كان عليها حدث وانا ما غسلتهاش، ده انا رحت لابس الخف، فبالتالي انا لبست الخف على غير طهاره، رجلي هنا مش طاهره، بالتالي ما ينفعش المسح. وفي ناس احيانا بتقع في الغلطه دي ان هي بتلبس الخف وتدخل تتوضى وتمسح عليه. لا، امتى ابدا امسح على الخف؟ لما البسه على طهاره. طهاره ازاي؟ ان انا دلوقتي الظهر اذن، فانا بدات دخلت الحمام اتوضيت طهرت كويس وغسلت رجلي كده، انا اهو اتوضيت وضوء كامل، وبعد ما خرجت بلبس هدومي وباجي لابس الخف. هنا لبسي للخف على طهارة، لأن أنا طهرت رجلي وبعد كده لبست عليه الخف. لبست الخف بعد كده صليت الظهر عادي، وبعد فترة العصر أذن فوضوء انتقض، فهنا أنا بدخل أتوضى. في الحالة دي بعمل إيه؟ ببدأ بقى أمسح على الخف. ليه؟ لأن رجلي طهرة. ليه يا جماعة؟ ده أمر معنوي. إحنا قلنا لما الإنسان وضوءه بينتقد الحدث بيضرب الأعضاء دي، بيضرب الرجل والوجه والإيد والرأس، فعشان كده بنغسل إيدينا ورأسنا ووشنا وبنغسل رجلينا. هنا أنا لما اتوضيت لصلاة الظهر وغسلت رجلي وبعد كده لبست الخف، خلاص الخف قافل على رجلي هنا. وضوئي لما انتقض حصل إيه؟ حصل إن الخف جاي ينزل على الرجل، أو جاي ينزل في الرجل زي ما نزل في إيديا وفي وشي في راسي، جاي ينزل في الرجل لقى في قدامه كده باب مسدود اللي هو ايه؟ اللي هو الخف. فراح الحدث عامل ايه؟ الحدث ده امر، ده كلها امور معنويه. راح الحدث معدي على الخف وساكن على ظهر الخف من فوق، فعشان كده انا باجي اتوضى بمسح على الخف عشان ازيل الحدث اللي عليه. كده الرجل ما فيهاش ايه؟ الرجل ما فيهاش حدث. ليه؟ لان هي متغطيه كويس وكانت طاهره قبل كده. يبقى اول حاجه، اول شرط من شروط المسح على الخفين لبس الخف على طهاره، ان انا اكون مطهر رجلي ولابس الخف وبعد كده ابدا امسح على الخف. من شروط الخف الشرط الثاني ستر الخف للقدم حتى الكعبين، لازم الخف يكون ساتر للقدم لحد الكعبين. احيانا دلوقتي بنشوف مثلا بعض الناس بتلبس شرابات لحد الرجل من تحت كده والعظمتين دول باينين، يبقى ده ما ينفعش، ده مش خف. تمام، الخف هو الحاجة اللي بتتلبس من جلد ومغطية
العظمتين. طب المسح على الشراب هنجيه ان شاء الله وهنتعرف عليه في اخر المحاضره، ما تقلقوش. يبقى كده من شروط المسح على الخف ان هو يتلبس على طهاره، يكون ساتر لكل القدم لحد العظمتين اللي في الجانبي القدم. من شروط المسح على الخف ان هو يمكن تتابع المشي، على انك تقدر تمشي عليه، مش حاجه كده معمول من خشب بقى ولا معمول من حديد مش عارف تمشي عليه، ولا معمول من قماش بسيط مش عارف تمشي عليه، بينزل من رجليك وانت لابسه بينزل من رجليك مش عارف تمشي عليه، يبقى ما ينفعش. يبقى دي اهم شروط المسح على الخفين يا جماعه، ان هو يكون ساتر للقدمين، يمكن تتابع المشي عليه، لبسته على طهاره ما فيهوش قطع كبير، مش مقطوع يعني، لكن لو في قطع صغير ولا حاجه ما فيش مشكله. طيب مدة المسح بقى على الخفين، أمسح كام ساعة، كام صلاة، كام يوم على الخفين؟ السادة المالكية رضي الله تعالى عنهم ما حددوش مدة للمسح على الخفين، قالوا طالما إن أنا لابس الخف ينفع أغسل أمسح عليه زي ما أنا عايز، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة يوم واثنين وثلاثة إلى آخره، بس يستحب إن أنا أخلعه كل أسبوع مرة. يستحب ان انا اخلعه كل اسبوع مره. فالساده المالكيه ما حددوش مده للمسح على الخف، طالما الشروط متوفره ولبسه على طهاره و الى اخره، ففي الحاله دي ينفع امسح اي مده انا عايزها، بس يستحب ان انا اخلعه كل اسبوع مره. الساده الشافعيه والحنفيه قالوا لا، المسح على الخفين ليه مده، مدته للإنسان المقيم في بلده اللي مش مسافر يمسح يوم بليلة، والإنسان اللي مسافر ولابس الخف ينفع يمسح على الخف 3 أيام بلياليها، يعني هنا بيمسح 72 ساعة وهنا بيمسح 24 ساعة. يبقى مدة المسح على الخفين عند السادة الحنفية والسادة الشافعية يوم وليلة في المقيم للمقيم، يعني 24 ساعة وثلاث أيام بلياليها للمسافر. طيب مدة المسح بقى تبدأ إزاي؟ أو نحسبها إزاي؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال إن مدة المسح تبدأ من وقت نقد الوضوء أو عند حدوث أول حدث ينقض الوضوء بعد اللبس. يعني احنا انت دلوقتي كانسان دلوقتي مقيم اهو في البلد وفي الشتاء دلوقتي والجو برد، فانت لابس الخف بتمسح عليه قد ايه؟ بتمسح عليه لمده 24 ساعه، وبعد ال 24 ساعه ما تنتهي بتخلع الخف وتغسل رجليك لو انت لسه متوضي، او بتعود الوضوء احتياطي احتياطا، وبعد كده تلبس الخف تاني وتبدا تعد 24 ساعه تاني. طب ابدا اعد ال 24 ساعه دي من امتى؟ فالامام ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه بيقول بتبدا تعد ال 24 ساعه من اول ما يحدث نقض للوضوء. يعني انا دلوقتي زي ما قلنا عايز البس الخف، فدخلت اتوضيت لصلاه الظهر، كانت الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 1، دخلت اتوضيت لصلاه الظهر، وبعد ما اتوضيت وضوء كامل اهو لبست الخف، هبدأ بعد كده بقى من الوضوء الثاني هبدأ أمسح على الخف. أمسح على الخف لمدة قد إيه؟ لمدة 24 ساعة. ال 24 ساعة بيبدأوا من إمتى؟ بيبدأوا من أول حدث يحدث ليا بعد اللبسة الأولى. فأنا لبست الخف دلوقتي الساعة 1، اتوضيت كويس وغسلت رجليا ولبست الخف الساعة 1، وبعد كده الساعة 2 لسه وضوئي محافظ عليه، الساعة 3، الساعة 4 محافظ على وضوئي. جت الساعة 5 العصر وضوء انتقد. يبقى من اول كده انا هدخل المفروض بقى هبدا اتوضى بقى او الموضوع ينتقد وامسح على الخف، من اول الساعه 5 ابدا اعد 24 ساعه لحد الساعه 5 اليوم التالي. فانا دلوقتي الساعه 5 اهي، امتى او ايه المده اللي انا همسحها على الخف؟ 24 ساعه لحد 5 اليوم التاني، كده المسح على الخفين انتقد، وبالتالي حتى لو كنت في الصلاه ما ينفعش. يعني انا هفترض ان تاني يوم الساعة 5 إلا 5 دخلت أصلي العصر، فوأنا في الركعة الرابعة الساعة جت عليا 5، كده مدة المسح خلصت، يبقى كده الصلاة بتاعتي فسدت وأخرج من الصلاة، لأن أنا كده المسح على الخف انتقد. هنا اللي انتقد المسح على الخف لأنه مدته خلصت مش الوضوء، أنا لسه محافظ على الوضوء بتاعي بس المدة بتاعتي خلصت.
في الحالة دي أخرج من الصلاة، يا إما إن أنا أخلع الخف وأغسل رجلي لأن رجلي هي بس اللي محتاجة تتطهر، أو إن أنا أعيد الصلاة احتياطا وده أفضل وأعيد الوضوء أو أصلي تاني. تمام، يبقى هنا مدة المسح عند السادة الحنفية بتبدأ من وقت الحدث الأول. أما بعض الفقهاء الآخرين قالوا مدة المسح بتبدأ من وقت اللبس، أول ما بتلبس الخف بعد ما بتتوضأ وبتلبس الخف تبدأ تعد 24 ساعة. طيب أنا مسافر بعد 72 ساعة، يبقى كده مدة المسح من باب التيسير إن احنا بنبدأ 24 ساعة من وقت الحدث الأول بعد اللبس. والإمام مالك يعني تساهل في هذا الموضوع وقال إن يعني لم يحدد مدة لخلع الخف، إلا أنه يستحب أن نخلعه في كل أسبوع مرة. طيب بعد كده مبطلات المسح على الخف. إمتى بقى المسح على الخف بيبطل؟ أول مبطل من مبطلات المسح على الخف هي مبطلات الوضوء كلها. فأنا دلوقتي متوضي لصلاة الظهر ولبست الخف، وبعد كده وضوئي انتقد، فوضوء انتقد كله حتى بالمسح على الخف، فلما أجي أعيد الوضوء أمسح على الخف تاني. تمام، فدي أول حاجة، ينتقد المسح على الخف بنواقض الوضوء كلها. كذلك قالوا ينتقد المسح على الخف بالجنابة، لأن أنا لو أنا متوضي ولابس الخف وبمسح على الخف في الوضوء في خلال 24 ساعة اللي أنا قاعد فيهم حدثت لي جنابة وأنا نايم نزلت علي جنابة وأنا لابس الخف، فهنا المسح على الخف انتقد، ما ينفعش أمسح على الخف، لازم أدخل أغتسل وأخلع الخف وأغسل رجلي، ما ينفعش أدخل أغتسل وأنا لسه لابس الخف، لا خلاص. بعد كده من نواقض المسح على الخف خلع الخف أو أحد الخفين، إن أنا دلوقتي توضيت ومسحت على الخف وقبل ما ادخل الصلاة رحت خالع رجلي من الخف، خلعت الخف من رجلي ولبسته تاني، كده ما ينفعش ادخل الصلاة، لان كده الحدث اللي كان واقف على الخف زي ما قلنا الباب قدامه مقفول، اول ما انت فتحت الباب فالحدث نزل على الرجل، فانت تعمل ايه؟ يبقى لازم تدخل تغسل رجليك عشان تزيل الحدث ده وتلبس الخف عليه. يبقى خلع الخف او احد الخفين كذلك ينقض المسح عليه. يبقى نواقض الوضوء كلها بتنقض المسح على الخفين، خلع الخفين او احد الخفين ينقض المسح على الخفين ايضا. كذلك انتهاء المده، زي ما قلنا ال 24 ساعه عدوا حتى لو في الصلاه المسح كده بتاعك انتقد، وبالتالي تخرج من الصلاه وتغسل رجليك، لان اول ما المده يا جماعه خلصت يعني كده المفعول بتاع الخف خلص، الصلاحيه بتاعته انتهت، فاول ما المده ال 24 ساعه عدوا كده كان الباب بتاع الخف اتفتح للحدث، فالحدث نزل على الرجل حتى وانت لابس الخف، كده خلاص وجوده زي عدمه، لان الحدث نزل الرجل، فبالتالي لازم تخلع الخف وتغسل رجليك لتزيل هذا الحدث. يبقى نواقض الوضوء تنقض المسح على الخفين، انتهاء المده خلع احد الخفين او خلع الخفين من القدم، كذلك كل هذه الامور بتبطل المسح على الخف، وبالتالي نغسل رجلينا ونعيد المسح من جديد. ده باختصار احكام المسح على الخف. طيب الأسئلة اللي بتتكرر كتير أو السؤال اللي بيتكرر كتير، حكم المسح على الشرابات بقى، الشراب بتاعنا ينفع نمسح عليه ولا ما ينفعش؟ الشراب أو الجورب القطعة القماش اللي الإنسان بيلبسها في رجليه. ثبت عن سيدنا النبي أن النبي توضأ ومسح على جوربيه، يعني على الشراب اللي كان لابسه صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز المسح على الشراب بنفس الشروط التي يجوز المسح بها على الخفين، ان الشرابين يكونوا ماسكين على الارض مغطيين، ماسكين على الرجل مغطيين الكعبين كويس، البسهم على طهاره، يكون شراب تخين ما يتشربش الميه، ما يشفش الميه، ما ينزلش الميه للجلد. واغلب شراباتنا بتاعه اليومين دول شرابات خفيفه رقيقه، ما ينفعش المسح عليها. فالمسح على الشراب عند جمهور الفقهاء لا يجوز إلا إذا كان في نفس الشروط بتاع الخف، إلا إذا كان الشراب تخين لا يتشرب الماء، لا يشف الماء من تحته، إلا بعض السادة الحنابلة. بعض الحنابلة أجازوا المسح على الشرابات عادي، ما فيش مشكلة،
ولم يشترط أنه يكون تخين. وبالتالي هنا بنقول بقدر الإمكان الإنسان يتحرى الدقة والاحتياط في العبادة. نأخذ برأي الجمهور في أن المسح على الشرابات بتاعتنا دلوقتي ما تنفعش إلا في حالة الضرورة، إن أنا في حالة البرد الشديد قوي أو شخص كبير في السن أو ست كبيرة في السن ولبس الشراب فمش ينفع نخلعها ونشق عليها، في الحالة دي ينفع أن هي تمسح على الشراب على القول الذي أجاز. إنسان مريض كذا، إنسان مضطر لعدم خلع الحذاء من أو لعدم خلع الشراب من رجله، فيجوز له المسح. لكن الأولى بقدر الإمكان أن إحنا ما نمسحش على الشراب إلا إذا كان شراب تخين، شراب تخين ما بيشفش المية، ما بينزلش المية للجلد من تحت. طيب، فالمسح على الشراب هنا جمهور الفقهاء منعوا المسح على الشراب اللي هو الخاص بتاعنا بتاع اليومين دول إلا إذا كان الشراب ده تخين تقيل، يعني ما بيشفش المية. أما إذا اضطر الإنسان للمسح على الشراب لكبر السن، للبرد الشديد، لظرف طارئ لكذا، ففي قول عند بعض الحنابلة أجاز هذا الأمر. طيب، المسح بقى على الحذاء، لو أنا لابس الحذاء بتاعي أو الشوز بتاعي ينفع أمسح عليه ولا لا؟ ينفع برضو بنفس شروط المسح على الخفين. احنا قلنا المسح على الخفين إن يكون ساتر للقدمين، ينفع أمشي عليه وما يخلعهمش من رجلي. فكذلك مثلا لو أنا لابس حذاء طاهر في الشتاء مثلا واتوضيت في البيت ولبست شراب ولبست الحذاء بتاعي، والحذاء بتاعي ده عامل زي البوت كده مغطي كل البوت زي الستات اللي بتلبسه أو الرجالة بتلبسه دلوقتي اللي هو ليه رقبة طويلة، فده حذاء مغطي كل الجسم وليه رقبة طويلة مغطي لحد العظمتين دول والفوق شوية، فخلاص أنا متوضي وغسلت رجلي ولبست الشراب ولبست الحذاء ده وخرجت من بيتي ركبت العربية بتاعتي وروحت الشغل بتاعي، وفي أثناء الشغل بتاعي وضوء انتقد فعايز أتوضى وفي صعوبة أن أنا أخلع الحذاء، ينفع أدخل أتوضى وامسح على الحذاء بتاعي مفيش مشكلة، بس بشرط أن أنا ما دوسش على نجاسة، ما يكونش الحذاء بتاعي من تحت فيه نجاسة. ليه؟ لأن أنا بعد ما همسح عليها صلي بيه، ما ينفعش برضو أخلعه، فلازم أصلي وأنا لابس الحذاء. لبس الصلاة وأنا لابس الحذاء ما فيهاش أي مشكلة خالص طالما أن الحذاء نظيف، إلا إذا دخلت المسجد لازم أخلع الحذاء ما صليش في الحذاء، لأن الصلاة في المسجد بالحذاء امتهان واحتقار للمسجد دلوقتي. العرف وقع بكده أو العرف حكم بكده أن ما فيش حد، يعني أمر مستهجن جدا وأمر قبيح أن احنا نشوف حد داخل الجامع يصلي بالحذاء أو بالنعل بتاعه، مع أن سيدنا النبي كان بيصلي بالحذاء وبالنعل بتاعه في المسجد، لكن باعتبار أن المسجد بتاعه كان يعني عبارة عن رمل وطوب وكذا زيه زي الأرض، مش عندنا دلوقتي سجاد وكذا إلى آخره، يعني تغير العرف في هذه المسألة. فدلوقتي لو أنت أو أنت حضرتك أو حضرتك مش عايزة تخلع الحذاء بتاعك برا وعايزة تمسحي عليه، ينفع البسيه كويس في البيت بس يكون مغطي كل الجسم أو كل الرجل لحد العظمتين بما يكونش في نجاسة من تحت، يكون طاهر، هتتوضي وبعد كده وانت بتتوضي تمسحي عليه تمام، ولما تيجي تصلي هتصلي بيه، لأن احنا قلنا من مبطلات المسح على الخف أو على الحذاء نزعه خلعه. فلو انت توضيتي وخلعتيه ورحت صليتي مسحتي عليه وبكده خلعتيه كده الحدث اللي كان موجود نزل، يبقى ما ينفعش، يبقى انا بصلي في الحذاء بتاعي بس ما بشيلهوش وبمسح عليه وبشرط ان هو يكون طاهر ومغطي لحد الكعبين، فالمسح على الحذاء يجوز ما فيش اي مشكله بهذه الشروط اللي احنا قلنا عليها واللي هي شروط المسح على الخف. اخر حاجه بقى المسح على العمامه والخمار او على النقاب او على الجوانتي. إننا دلوقتي بنمسح على الخفين لأن المسح على الخف ورد فيه رخصة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع أمسح على الجوانتي؟ ما ينفعش، غلط. أو بعض الستات بتسأل ينفع أن أنا أمسح على الهدوم بتاعتي في الشتاء عشان بردانة مش قادر أغسل إيديا فأمسح على الهدوم بتاعتي؟ ما ينفعش. ينفع أمسح على النقاب اللي أنا لابساه؟ الستي بتسأل أمسح على النقاب اللي أنا لابساه عشان الجو برد؟ ما ينفعش. خلاص كل هذه الأمور ما ينفعش فيها المسح، إلا المسح بقى على العمامة أو على الطرحة دي فيها خلاف. بعض الفقهاء قالوا برضو ما ينفعش المسح على العمامة لو أنا لابس عمامة أو طاقية أو المرأة اللي لابسة حجاب
او خمار ما ينفعش تمسح، لازم تمسح على راسها من تحت. ليه؟ لان المسح على الخفين لا يقاس عليه. مش معنى ان احنا نمسح على الخفين يبقى نمسح على اي حاجه على جسمنا، لا. المسح على الخفين دي رخصه ورد الامر بها هي بس، ما فيش حاجه تاني تتقاس عليها. ما قسش المسح على العمامه على المسح على الخفين، او المسح على الجوانتي، او المسح على النقاب كالمسح على الخفين. المسح على الخفين ده امر خاص فقط بالقدمين لا يقاس عليه. فهنا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز المسح على العمامة أيضا، لازم نمسح على الرأس، نمسح على الرأس من تحت. بعض الفقهاء زي السادة الحنابلة رضي الله تعالى عنهم أجازوا المسح على العمامة فقط، فقط إن أنا لو لابس عمامة أو الست لابسة طرحة أو خمار ينفع تمسح على الطرحة من فوق. ليه الحنابلة قالوا كده؟ استدلوا بحديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين وعلى العمامة. النبي كان لابس خفين في حديث سيدنا المغيرة فمسح على الخفين، وكان لابس عمامة على رأسه فمسح على العمامة من فوق. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين وعلى العمامة. فده مذهب السادة الحنابلة، ينفع ان احنا نمسح على الخمار او الحجاب او العمامه. بعض الفقهاء زي الساده الشافعيه قالوا لهم لا، لا يقتصر على المسح على العمامه، لا يجوز، يعني ما ينفعش ان انا امسح على العمامه فقط. ازاي يا امام يا شافعي بتقول كده والنبي عمل كده في حديث المغيره بن شعبه؟ قال لا، حديث المغيره يفسر بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يتوضا ويمسح على راسه مسح شعره الأول، مسح رأسه الأول من تحت زي ما قلنا، وبعد كده كمل على العمامة. سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول سيدنا النبي توضأ ومسح على العمامة. تفسير الحديث ده إيه؟ فالسادة الحنابلة قالوا هناخد بظاهر الحديث ده إن إحنا ينفع نمسح على العمامة على طول وخلاص. بعض الفقهاء زي الشافعية وغيرهم قالوا لهم لا، النبي لما مسح على العمامة ما اقتصرش على المسح فقط على العمامة فقط، لا، ده بدأ الأول مسح رأسه من تحت كده وبعد كده مسح بإيديه على العمامة. عشان كده قلنا في محاضرة سابقة الست لو بتتوضى بره البيت مش هينفع تخلع الحجاب عشان تمسح رأسها. فبنقول بتعمل إيه؟ بتدخل إيديها من تحت الحجاب تمسح جزء من شعرها، وبعد كده ينفع إنها تكمل عادي على الخمار من فوق. فهنا الاقتصار على المسح على العمامة في مذهبين، مذهب الإمام ابن حنبل ينفع، وغير مذهب ابن حنبل قال لا ما ينفعش ولا يجوز المسح على العمامة لوحدها، إنما يجب مسح جزء من الرأس وبعد كده عايز تتم المسح على العمامة لك ذلك، مش عايز خلاص تكتفي بمسح جزء من الشعر، على مذهب السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم فده يجوز. فده باختصار يا جماعة المسح على الخفين بالشروط اللي احنا قلنا عليها. ما ينفعش قيس عليه المسح على النقاب وامسح على النقاب بدل من غسل الوجه، ما ينفعش. ما ينفعش يقيس عليه المسح على الجوانتي، ما ينفعش. المسح على العمامة في خلاف، الحنابلة أجازوه، لكن خروجا من الخلاف نمسح على شعرنا وبعد كده نكمل على رأسنا زي ما بعض الفقهاء قال زي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.